يعني ربنا يديكوا ويدينا طول العمر. ما حدش عارف لما الانسان بيموت بيروح فين، يعني بندفنه فين؟ في جريف. تمام. طب الفراعنه بقى كانوا بيدفنوا الناس فين؟ في مقبره اللي هي مش تومب خالص. انا مش عارف جبنا تومب دي منين، يعني انا مش دي المشكله اللي مضايقاني. المشكله لما بنجمعها بنخليها تومبس تومبس تومبس، وفازلوك بقى يقول لك تومبس 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 جامد جدي بقى، فاهم؟ انت متخيل يا من؟ انت متخيل لما كلمه زي توم بقت تومبس تومبس تومبس؟ حرام احنا بناكل عيش من اللغه دي. والنبي بقى يعني احنا جايين نحل، احنا جايين نتخانق، مش جايين نتخانق. طيب نحل ازاي؟ ما تحفظش كلمه وانت بتقراها، احفظها وانت بتسمعها. يعني شفت كلمه مثلا في كتاب عايز تحفظها، حطها على الديكشنري بقى، حطها في الديكشنري واسمع، اسمعها الاول واحفظها من السمع عشان تعرف لو في حاجه سايلنت. مفيش حاجه سايلنت، خلاص ربنا سهل. ف توم ها مش توم ولا توم بس. حلو ان شاء الله خير، وكله خير كله خير، يعني مفيش حاجه مش خير. الحمد لله الحمد لله على كل حال. يلا انا هركن بقى عشان هنزل اجيب ايه، كرتونه بيض. بيض في البيت مهم برضه.